وسهلا بيكم ابناء وبنات طلاب الصف الثاني الثانوي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا مراجعه على الدرس الاول في الجغرافيا، ماهيه التنميه الاقتصاديه. ان شاء الله نبتدي واحده واحده كده مع بعض، نشوف الاسئله اللي موجوده معانا. اول سؤال بيقول: امامك على خريطه تركز مصر السكان بشريط ضيق بالوادي والدلتا، من المتوقع ان ينتج عن هذا التوزيع نقط. يبقى انا دلوقتي بيقول ان الخريطه اللي قدامي دي بيتكلم ان احنا عندنا السكان كلهم متركزين على الشريط الضيق اللي هو هنا في الوادي والدلتا. طيب التوزيع ده هينتج عنه ايه؟ طيب اول حاجه استمرار الهجره من الريف للمدن، ولا جذب الاستثمارات الخارجيه، ولا ضعف امكانيات بعض المؤسسات التعليميه والبحثيه، ولا انتشار العشوائيات وتفاقم مشكلات التلوث. يبقى انا هنا ببتدي اشوف السؤال وابتدي واحده واحده احلل الاجابات. انا هنا دلوقتي لما السكان كلهم يفضلوا متركزين على الشريط الضيق اللي هو في الوادي والدلتا، ايه المتوقع اللي هو يحصل؟ السكان كلهم عمالين يهاجروا، بيهاجروا مثلا من الريف للمدن، ناس بتيجي من بره مصر هجره خارجيه وبييجوا برضه بيقعدوا في الاماكن اللي فيها المدن. فكل ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه استمرار الهجره، ما اصلا ده نتيجه الهجره. طيب هيجذب استثمارات خارجيه ازاي اصلا؟ طيب ضعف امكانيات بعض المؤسسات التعليميه والبحثيه؟ لا برضه. ولا انتشار العشوائيات وتفاقم مشكلات التلوث؟ كلنا عارفين ان كتر التكدس السكاني في مكان معين ده بينتج عنه مشكله ايه؟ انتشار العشوائيات، وطبعا بناء على العشوائيات هيبتدي يحصل مشكلات زي مشكله الايه؟ التلوث. السؤال اللي بعد كده معايا بيقول: تقوم المملكه العربيه السعوديه بجهود كبيره للتغلب على نقص المياه في تحليه مياه البحر كاحدى الطرق للتغلب على التحديات التنمويه نقط. التحديات بقى الاجتماعيه ولا الاقتصاديه ولا السياسيه ولا الاداريه؟ احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا اي تنميه اقتصاديه في معوقات بتقف قدامها، فبيقول لك ان احنا هنا عندنا المملكه العربيه السعوديه بتحل معوق من معوقات التنميه دي في انها احنا عندنا كلنا عارفين ان معظم او يعتبر كل دول الوطن العربي عندها مشكله ايه؟ نقص الميه، اللي هو احنا قلنا ان احنا خط الفقر المائي بيوصل ل 1000 متر مكعب من الميه في السنه، لكن احنا بيجي ان كل شخص بياخد هنا اقل ايه؟ 750 متر ايه؟ مكعب، يعني احنا اقل من خط الفقر المائي. فتبتدي هنا بيقول لك المملكه العربيه السعوديه ايه الجهود اللي هي تعملها عشان تقدر تتغلب على المشكله دي. فتبتدي ان هي عندها، احنا قلنا ان احنا من المعوقات الاقتصاديه عندي ان احنا عندي محدوديه الموارد، سواء الموارد المياه او مصادر الطاقه. الدول بقى دلوقتي مثلا عندها حاجات متاحه بتستغلها غلط. جت بقى السعوديه عملت ايه؟ جابت المورد المياه اللي عندها ده واستغلته صح، لقيت عندها بحر، فابتدت تاخد الميه دي وتعمل لها عمليه تحليه ميه الايه؟ البحر. فيبتدي هي كده بتواجه ايه؟ تحدي من تحديات الايه؟ الاقتصاديه. برافو. يبقى انا كده حلينا معوق من معوقات الايه؟ الاقتصاديه اللي عندي، ان انا عندي محدوديه الموارد بس انا ما عملتش سوء استغلال، لا انا استغلتها ايه؟ صح. طيب السؤال اللي بعد كده معايا بيقول: في عام 2008 بلغ عدد المناطق العشوائيه في محافظه القاهره اكثر من 80 منطقه عشوائيه، واهتمام الدولة بنقل سكان المناطق الفقيرة الخدمات إلى المدن الجديدة يمثل نقطة. طيب إحنا هنا وهنا بيتكلم على إيه؟ إحنا من اللي إحنا فهمناه إن هو بيتكلم على مشكلة العشوائيات. طيب إحنا هنا بقى هو عايز يتكلم على الاستراتيجيات أو الأساليب اللي أنا هنمي بيها المناطق أو التنمية الاقتصادية بتاعتي. بيقول لي بقى أول حاجة إنها تعمل العمل على ضبط معدلات النمو السكاني، ولا الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، ولا الشراكة والتعاون الدولي، ولا تحسين البنية التحتية للعاصمة. كل المناطق او كل الحاجات اللي احنا عاملين نتكلم عليها دي من ضمن الاستراتيجيات التنميه اللي موجوده عندي. طيب ايه الخطط بقى اللي احنا حطيناها عشان نحل مشكله التلوث دي؟ كانت تحت انهي بند من اللي احنا اتكلمنا عليهم او من الاستراتيجيات الثمانيه اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ هل العمل على ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد؟ لو احنا هنتكلم على ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد يبقى اكتر حاجه احنا هنتكلم عليها فكره تنظيم الاسره، او ان انا استثمر القوى البشريه بتاعتي زي الصين، او اعمل الحد من الهجره، بس برضو ده ما يمثليش في الايه؟ في المناطق العشوائيه. المناطق العشوائيه فاكرين لما اتكلمنا عليها في منطقه زينهم، قلنا ان منطقه زينهم دي كانت من اكتر المناطق عشوائيه، بس في الفتره الاخيره ابتدى يحصل فيها تطوير، لغوا كل البيوت العشوائيه اللي موجوده وابتدوا ان هم يعملوا مناطق تانية جديده تبقى افضل حالا، تبقى فيها المناطق او البنيه التحتيه بتاعتها تبقى معموله كويس، هم بقى اهتموا بيها. ده كده تبع انهي بند بقى؟ تبع الاهتمام بالتنميه الايه؟ الاجتماعيه. برافو. يبقى انا هنا بهتم بالتنميه الاجتماعيه، حتى هتلاقوا موجود عندكم في كتاب المدرسه ان انا هنا ببتدي انا اشوف العب على التنميه الاجتماعيه بتاعت المجتمع اللي موجود عندي، ببتدي اطور بقى المناطق. اي منطقه من المناطق يا اولاد الريفيه دلوقتي بقت منها بقت مناطق بتبقى عباره عن ايه؟ منطقه طرد سكان.
طب انا عايزه احل المشكله دي، انا مش عايز المنطقه اللي عندي تكون منطقه طرد سكان، انا عايز المنطقه اللي عندي تكون منطقه تجذب السكان وتكون منطقه كويسه. ابتدي بقى ان انا احسن المدن دي، اطور المناطق الريفيه عشان ما تبقاش منطقه طرد سكان، ويبتدي كل العشوائيات تتزايد في المناطق اللي هي حوالين المدن الايه الكبرى. السؤال اللي معايا بعد كده بيقول: في ضوء الشكل البياني المقابل، تستطيع الجزائر ان تصبح من اكبر الدول جذبا للاستثمارات الخارجيه المباشره عن طريق نقطه. احنا قلنا يا اولاد اكتر حاجه بتجذب الاستثمارات الخارجيه ان واحد يكون معاه فلوس عايز يستثمر الفلوس بتاعته دي في حاجه، فبيبتدي يستثمر. قلنا ان اكتر دولتين واتكلمنا عليهم حتى احنا شايفينهم قدامنا في الشكل البياني اللي قدامنا، السعوديه رقم واحد، وتيجي وراها الامارات. الاثنين دول اكتر الدول العربيه اللي بتجذب الاستثمارات. تخيلوا معايا ايه اكتر حاجه هتكون؟ رفع مستويات المعيشه، ولا ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد، ولا الاهتمام بتحسين البنيه التحتيه، ولا الاهتمام بتصدير المواد الخام؟ احنا لما جينا اتكلمنا لو انا هرفع المستويات المعيشه بتاعت السكان ماشي، مستوى المعيشه بس ده اللي هيجيبه ان الناس تجذب استثماراتها الخارجيه. ضبط معدلات النمو السكاني ده هيفيدني في الموارد اللي موجوده بتاعتي. طيب الاهتمام بتحسين البنيه التحتيه، نقف بقى هنا. احنا لما جينا اتكلمنا البنيه التحتيه بشوف بقى شبكه النقل والمواصلات، بطور الاتصال، بوفر مصادر الطاقه اللي موجوده عندي واستخدمها في كل حاجه، فبالتالي هتبتدي هنا انا بلعب على التنميه الايه؟ برافو، التنميه الاقتصاديه. واكتر حاجه الناس بتحب الاقتصاد بتاعنا ان هي تدفع فيه فلوس او تيجي لما تلاقي المكان كله يعني كل حاجه فيه موجوده بطريقه صحيحه. فيبتدي هنا بقى تلاقي الناس عايز تستثمر الفلوس بتاعتها في المكان زي كده. فتبتدي بقى ايه؟ سواء عماله او استثمارات عربيه او اجنبيه تيجي بقى، فبالتالي هيبقى فيه فرص عديده للعمل، يعني هيبقى فيه الا بقى خلاص بقى نسبه البطاله، مستوى دخل الفرد هيرتفع. فبالتالي ازاي بقى الجزائر بدل ما هي منخفضه كده ترتفع فيها نسبه الاستثمارات زي الامارات والسعوديه، انها تلعب على تحسين البنيه الايه التحتيه. برافو، هي لعبت على تحسين البنيه التحتيه بتاعتها، بالتالي هتقدر انها تجذب استثمارات خارجيه من الايه من الخارج. السؤال اللي معايا بعد كده بيقول: لو جينا بصينا يا اولاد على الشكل اللي قدامنا ده، هتلاقي هنا ان دي افضل انظمه التعليم العالي سنه 2018، يعني دول اكتر حاجه نجحوا جدا ونظام التعليم العالي فيهم كان متطور جدا. فلو جينا بصينا هنا على فنلندا، فنلندا هنا وصلت نسبه المتعلمين فيها لاكثر من 95% من جمله سكانها التعليم العالي. طب لو جينا بصينا ده هنا بقى هتساعدنا في ان هم اهتموا ببناء الاقتصاد المعرفي، ولا حرصوا على جذب الاستثمارات الخارجيه، ولا ربط سياستها الاقتصاديه بالتنميه البيئيه، ولا اهتمامها بتحسين البنيه التحتيه؟ احنا قلنا يا اولاد ان اي دوله من الدول المتقدمه دايما بتلعب على فكره ايه؟ برافو، التعليم. شايفين ان نمبر 1 عندهم اي حاجه هتبقى عاليه او ان هم هيعلوا فيهم ان يكون الناس اللي موجوده عندهم متعلمين صح. طول ما انا بنيت الاقتصاد المعرفي بتاعهم وتطورت في العلم، هم بالتالي لما يكون عندهم علم قوي هيقدروا يتطوروا في بقيه المجالات التانيه. انا لما اكون فاهم ومتدرب كويس جدا في اتصالات في هندسه في كل ده، طب ما انا هلعب بقى دور كده ان انا هرفع الاقتصاد بتاع الايه بتاع الدوله. يبقى هنا في فنلندا انا اهتم ان هم اهتموا ببناء الاقتصاد الايه المعرفي، فبالتالي انا هستفيد من تقدم الدوله في التعليم في ان انا هبتدي العب تاني على النقطه بقى بتاعه الايه الاقتصاد بتاع البلد. طيب السؤال اللي معايا بعد كده بيقول: اهم المشكلات بين مناطق العالم المختلفه هي الفقر المائي، ويعاني وطننا العربي من ازمه في المياه العذبه، ويمكننا حل هذه المشكله عن طريق. احنا لسه قايلين من شويه ان احنا معظم مناطق الوطن العربي عندنا مشكله ايه؟ الفقر المائي وازمه المياه. فانا دلوقتي هلعب عليها عن طريق ايه؟ ان انا هطور التعليم والبحث العلمي، ولا اهتم بالتنميه الاجتماعيه، ولا زياده الصادرات من السلع والخدمات، ولا الشراكه والتعاون الدولي؟ طيب انا سامع حد بيجاوب وانتوا فعلا بتجيبوا الاجابه صح. وطبعا انا عارفه ان في ناس بقى بتبتدي تتخانق مع بعض دلوقتي على الاجابه ويشوفوا مين فيهم الاجابه بتاعتهم اللي كانت صح وبتتناقشوا فيها مع بعض دلوقتي. فاكرين لما كنا بنتكلم على المشكله اللي حصلت بتاعت الميه عندنا احنا حتى هنا في مصر، لما كانوا من فتره ودايما كنا بنتناقش مع بعض في الاجابه بتاعت الاسئله دي، ان احنا بنتكلم هنا على ايه؟ زي السد اللي كانوا عايزين يعملوه في اثيوبيا. طيب هي لو علاقتي مع الدول اللي قدامي كويسه هتوصل بيا ان انا يحصل عندي مشكله؟ هي دي النقطة. يبقى طول ما أنا عندي الشراكة والتعاون الدولي، العلاقات التجارية ما بيني وما بين الدول، مفيش خلافات سواء في السياسة أو في الاقتصاد، فبالتالي خلاص هنبتدي إن احنا نلاقي عندنا حلول للمشكلة
زي اكتر مشكله اللي بتواجهنا اللي هي مشكله الايه الميه. فدي نمبر 1 كده نحطها عندنا اولويات الخطه ان انا العب عليها بعد كده. يبقى طول ما انا عندي هحل مشكله الميه ازاي، ان انا يكون عندي ايه الشراكه والتعاون الدولي ما بين الدول وبعضها، الدنيا تكون تمام ولطيفه ومفيش اي مشاكل، خلاص الدنيا هتبقى تتحل ودي، مش هتوصل تتفاقم لمشكله كبيره جدا ان احنا ما نقدرش ايه نحلها. طيب السؤال اللي معايا بعد كده بيقول: عانت الدولة من المخلفات البيئية، وكان إعادة تدوير المخلفات أحد خصائص التنمية الاقتصادية وهي عملية نقد. هنا هو بيتكلم على خصائص التنمية الاقتصادية اللي هي أول حاجة موجودة عندي في الدرس يعتبر. طيب هو هنا بقى بيتكلم إن هي عملية مستمرة، ولا هتكون عملية متكاملة، ولا هتكون عملية مجتمعية، ولا هتكون عملية عادلة. إحنا هنا بنتكلم على فكرة المخلفات البيئية، إن أنا عندي مخلفات وخدتها وبدل ما ان انا ارميها ان انا ابتديت اعمل لها اعاده تدوير. احنا قلنا ان من خصائص التنميه الاقتصاديه اللي راجعه واحده واحده، كان من خصائص التنميه الاقتصاديه ان هي موجهه مجتمعيه متواصله ومستمره، بتحقق توازن بين القطاعات، وبتدي قدر كبير من الايه من العداله، وبتكون ايه متكامله بيكملوا بعض. طيب هل بقى ان انا المخلفات البيئيه عندي دي ان انا اعيد تدويرها كده هي هتكون عمليه مستمره، ان انا بجدد الموارد اللي عندي بدل ما استنزفها، ولا هتكون عملية متكاملة ان احنا بنكمل بعض، ولا هتكون عملية مجتمعية ان كل فئات المجتمع والقطاعات المجتمعية بتاعتي هتشارك فيها، ولا هتكون عادلة ان هتحقق عدالة في التوزيع سواء في الدخل او في الحاجات بتاعت الافراد والمجتمع كله. برافو. يبقى انا طالما هنا اتكلمت، احنا قلنا اول حاجة عندي انها تكون عملية ايه مستمرة، بدل ما اخد الحاجة وارميها، طب ما انا ممكن ان انا اخدها لو هي تصلح انها تتعمل لها فكره اعاده تدوير، يبقى انا اخدها واعيد تدويرها. يبقى انا كده عملت نمو ايه متواصل كده مستمر، عمال اجدد الموارد بدل ما انا بروح مستنزفاها ورميها خلاص انا مش عايزها كده، لان انا ابتدي ايه اجدد ايه الموارد. طب السؤال اللي معايا بعد كده بيقول: اتجاه الدوله لانتاج سيارات تعتمد على الكهرباء. طب احنا دلوقتي العربيات كلها بتشتغل بالبنزين وكده. طيب لو انا بقى الدوله انتجت سيارات بتعتمد على الكهرباء كده، هي بتعتمد على الاقتصاد الاخضر، ولا بتحسن البنيه التحتيه، ولا بتحقق نمو اقتصادي، ولا الايمان بالطاقه الحراريه؟ طيب هي ايه اصلا، يعني احنا نشوف السؤال هو هنا فكرته ان طالما انا خدت سيارات بتعتمد على الكهرباء بدل ما بتعتمد على البنزين، ايه الفرق ما بينهم؟ المشكله هنا في ايه؟ فعلا المشكله هنا في المخلفات او النفايات اللي هتؤدي لتدهور بيئي. فهم هنا الدوله لو ابتدت بدل ما تستخدم بقى كده، يبقى هي هتدعم الكهرباء، يبقى هي بتعتمد كده على الاقتصاد الايه الاخضر. برافو. ايه هو الاقتصاد الاخضر؟ دي الانشطه الاقتصاديه اللي انا بعتمد على الكفاءه بتاعه المورد بتاعتها، ان انا اشوف بقى اقلل بقى من الانبعاثات بتاعه الكربون والنفايات. يبقى بالعربي كده بالعاميه عندي ان انا بمنع التدهور البيئي اللي اصلا بينتج بسبب الايه انبعاثات الغازات طبعا اللي احنا كلنا بنشوفها من عوادم السيارات. فانا لما اعتمد على الكهرباء يبقى انا بعتمد على الاقتصاد الاخضر، الحاجه النظيفه اللي مش هتؤدي الى تدهور في الايه في البيئه. طيب السؤال اللي معايا بعد كده بيقولي: اي مما يلي يعتبر من خصائص التنميه الاقتصاديه؟ احنا لسه كنا بنتكلم على خصائص التنميه الاقتصاديه وقلناها. طيب بيقول لي: اول واحد ان انا نعتمد على النشاط الزراعي كمصدر رئيسي، ولا ان انا بناء الجامعات في المدن الكبرى، ولا ان انا استهلك الاحتياطي من البترول، ولا ان انا اعاده معالجه مياه الصرف الصحي واستخدامها. طيب نشوف واحد واحد. بيقول لي ان انا دلوقتي عندي اي مما يلي يعتبر من خصائص التنميه الاقتصاديه. لو انا هعتمد على النشاط الزراعي كمصدر رئيسي، طيب فين بقى كل فئات المجتمع؟ احنا قلنا ان هي مجتمعيه، هل كده كل فئات والقطاعات بتاعت المجتمع؟ انا كده اعتمدت على القطاع الزراعي، طب وبقيه القطاعات صناعي سياحي تجاري كل ده؟ يبقى دي طبعا كده ما ينفعش. طب بناء الجامعات في المدن الكبرى، طيب هو انا كده فين بقى بقيه الجامعات؟ فين العداله في التوزيع الخدمات؟ هل كده انا وزعتها صح؟ انا لما اوزع الجامعات في المدن الكبرى، طب وفي المناطق الارياف وكده ليهم حق برضه ان هم يتوزع، يبقى كده دي مش من خصائص التنميه الاقتصاديه. استهلاك الاحتياطي من البترول، طيب يعني انا معنى كده ان انا بستنزف لكن ما عملتش فكره اللي هو كل المنهج بيتكلم عليها اللي هي التنميه الايه المستدامه، انا كده عمال استهلك ما سبتش حاجه للاجيال الايه القادمه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: اعاده معالجه مياه الصرف الصحي واستخدامها. برافو، احنا لسه اصلا متكلمين عليها، ان انا بجدد الموارد بتاعتي بدل ما ايه ما استنزفها، فبكده انا بعمل نمو متواصل وايه ومستمر. يبقى انا هنا الاجابه عندي هتكون ان انا اعالج ميه الصرف الصحي واستخدمها مره اخرى. طيب السؤال اللي بعد كده وده الاخير معانا هيكون: اذا عجز مستثمر مصري في استخراج اوراق انشاء مصنع للسيارات في مدينه العاشر من رمضان، فبكده هيكون من المعوقات التنمويه ذات البعد ايه؟ واحد مصري راح يعمل الورق بتاعه وحصل فيه
يعني طولت قوي ان هو ياخد الاجراءات بتاعته. فكده دي هتكون من الابعاد الاجتماعيه ولا الاداريه ولا الاقتصاديه ولا السياسيه؟ طب احنا لو جينا نتكلم على واحد واحد فيها، المعوقات الاجتماعيه ان هو بقى حاجات المجتمع، طبعا نمو سكاني، بطاله، فقر، الهجره، العشوائيات، الاميه. طيب المعوقات الاداريه اللي هو الروتين في اجراء بقى وانجاز المعاملات، ضعف الاداء الوظيفي، مفيش خبرات او كوادر فنيه، المستوى بتاع الانظمه بتاعت المعلومات ذات نفسه او نقص القواعد، دي كلها عندي مشاكل فيها. طيب لو جيت اتكلمت على المعوقات الاقتصاديه، قلنا محدوديه الموارد، البنيه التحتيه عندي متدنيه، الموارد الماليه اللي في البلد قليله فيها نقص. طيب لو جينا نتكلم عن المعوقات السياسيه، مفيش نظام سياسي، في اضطرابات امنيه، في حروب، في مشاكل سياسيه ما بين البلاد وبعضها. يبقى انا هي سهله جدا، طالما واحد مستثمر مصري رايح ان هو يخرج ورق، اللي هو الروتين في الايه، في المعامله عندنا اللي هو النظام الايه الاداري، رايح يبتدوا هم يقولوا طيب هات ورقه من عندي مش عارفه مين، اطلع الدور الرابع، انزل كذا، اعمل كذا، ويقعد يوم 2 3 10 اسبوع، ويبتدي كل ده ايه يطول عليه الوقت، فيبقى فيه روتين في استخراج الايه الاوراق. وكده يا ولاد تكون المراجعه بتاعتنا النهارده تكون انتهت، اتمنى يا رب تكونوا استفدتم، وان شاء الله اقابلكم ان شاء الله في مراجعه تانية على الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.